معكم كيم هاجر، وفي الفيديو ده هنعمل منظمات للمكتب في أقل من 5 دقايق. فلو انتوا دخلتوا المدرسة وما لحقتوش تعملوا منظمات فالفيديو ده ليكم. أول حاجة، المنظمات دي هتتعمل في أقل من 5 دقايق. إزاي يعني؟ هنجمع كمية علب عندنا مش طبيعية، وفي الفيديو ده مش محتاجين مقاسات خالص ولا محتاجين أي حاجة، محتاجين إن انتوا تتفرجوا على الفيديو وتركزوا فيه. وحتى المقاسات يعني مش مقاسات كده بالظبط أنا عاملاها، لا أنا عاملاها بالتقريبي خالص. انا مجمع كراتين دي، بصوا هتلاقوا في كراتين مختلفة خالص، كراتين كيك على كراتين سان بلوك على كراتين كريمات برفنات على شاي اخضر على سكر دايت على كل حاجة، فاهمني؟ يعني العلب دي انا مجمعها بقالي كتير قوي. واحتجت كمان ان انا دبل فيس وجلوستيك وقلم رصاص وشمع ومسطرة والمقص، وبتهيأ لي انا محتجتش الشمع خالص. انا كنت في الاول هعمل المنظمات الصغيرة دي والزقها في بعض يبقى منظم واحد، بس انا حبيت ان هي تبقى منفصلة. اسفة لو في صوت خبط كده ورزع شوية، بس عشان في شوية تصليحات عندنا في الشارع. تمام. فانا حبيت ان المنظمات تبقى منفصلة بحيث ان انا احركها براحتي، بس ده كل اللي انا عايزة اقوله لكم. فالمنظمات دي مش هتاخد حرفيا منكم غير 5 دقايق لو انتوا قعدتوا كده مع نفسكم كده وجمعتوا العلب دي. مش هتعلى عن 5 دقايق. المنظم الواحد مش هيعلى عن 5 دقايق، يعني هتلاقي نفسكم بتخلصوه في ثانية وبتعملوا منظمات شكلها شيك وكيوت وحلوة وخالص. وبما اني يعني المدارس دخلت كده علينا خطفتنا كده فجأة. المهم يعني الفيديو ده اصلا متصور لكم من بدري، من قبل حتى ما المدارس، بس حصل لي كام دروب كده فمعرفتش انزله لكم الصراحة قبل المدارس، بس قررت ان انا انزله لكم النهاردة. وكمان يوم الحد او الاثنين او الثلاثة او الاربع هيكون في كمان فيديوهات تبع العودة للمدارس، يعني ان شاء الله من افكار لحاجات زي كده. بس كده يعني حبيت ان انا اقول لكم بس في القصة دي. وزي ما انتوا شفتوا كده انا بس بعمل الكراتين عشوائي وببتدي ان انا اظبطها، وحتى الشمع ما استخدمتوش الا في حاجة بسيطة ممكن تستغنوا عنه وتستخدموا الدبل فيس بس في كل حاجة. فانا بس حبيت ان انا اوضح لكم في الحكاية دي. كمان الكراتين انا جايباها بمقاسات مختلفة عشان ما حدش يقول لي طب انا عندي الكرتونة صغيرة او الكرتونة كبيرة، ما عندكوش حجة هتعملوا 500 منظم مختلف بمقاسات مختلفة باشكال مختلفة بكل حاجة مختلفة. بس فهسيبكم بقى مع الفيديو، مش هرغب معاكم كتير، هسيبكم مع الفيديو تكملوا وارجع لكم تاني في الاخر. طيب كمان من فترة جاني تعليق، انتي في سنة كام او عندك كام سنة او كده، يعني مش متذكرة التعليق قوي. المهم انتوا تتوقعوا انا عندي كام، يعني انا في اي مرحلة دراسية، مش عندي كام سنة، انا في اي مرحلة دراسية. اوكي، يعني انتوا تتوقعوا انا في المرحلة الدراسية الكام، وكمان اكتبوا لي انتوا كمان في المرحلة الدراسية الكام، يعني اكتبوا لي نتوقع انتي في مرحلة دراسية كذا واحنا في مرحلة كذا، يعني عايزة تخمنوا تحت كده وعايزة اقرأ التعليقات واشوف انتوا تخمينكوا صح ولا غلط.
نكون عملنا المنظمات بتاعتنا القمر دي، هنبتدي بقى نحط جواها الحاجات. انا اخترت ان انا احط ده جواه النوتات اللي انا يعني عايزاها تبقى قريبة مني، وبتبقى محطوطة في اماكن انا ببقى حباها تبقى قريبة مني، فاستخدمت المنظم ده. وكمان المنظمات الزونطوطة دي حطيت المنظم ده حطيت فيه الفواصل الكتب، وكنت عاملها في فيديو قبل كده برضو هنزله لكم قريب. وهحط هنا الاقلام لان الاقلام عندي كتيرة قوي من الوان بقى الحاجات، وانا عايزة الصراحة اغير المنظمات، وانا كل فترة اصلا بحب اغير في شكل المكتب. يعني شكل المكتب اللي انتوا شايفينه ده اتغير دلوقتي، اتحول بس انا ما صورتلكوش، وهبقى انزل لكم الصور على المنتدى اللي هو المنظمات الجديدة. انا حتى ما صورتهاش فيديو، فيعني هبقى انزل لكم كده الصور بتاعتها تشوفوها. بس كده دي المنظمات بتاعتنا، انا بعد ما رصيتها انبسطت الصراحة. وكان في فكرة بقى تقدروا انتم تنفذوها لو حابين، بس انا ما نفذتهاش عشان انا حبيت المنظمات وهي منفصلة كده عشان احركها براحتي في المكان اللي انا عايزاه. تقدروا تجيبوا كرتونة كبيرة مستطيل او مربع او اي حاجة على نفس حجم المنظمات الصغيرة دي، وتبتدوا ان انتم تلزقوها جنب بعض وترصوها. دي فكرة برضو تقدروا ان انتم تعملوها. انا اصلا كنت هعملها اصلا، بس انا مرضتش اعملها وحبيت ان المنظمات تبقى صغنطوطة كده واقدر احركها براحتي. بس كده الفيديو بتاعنا يكون خلص للنهاردة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله في القناة. شكرا جدا على تفاعلكم في الفيديو اللي فات، اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. بس كده، باي.